طيب، نسخة الويندوز نزلت معانا. المرحلة التانية إن إحنا نحرق نسخة الويندوز، ومعنى كلمة حرق إن إحنا ننزلها على أسطوانة أو USB فلاشة يعني. وطبعا أنا من وجهة نظري موضوع الأسطوانة خلاص موضوع قديم جدا وبطيئة أصلا في الشغل. فدلوقتي النظام إن أنت تنزل الويندوز على الفلاشة بقى أفضل وأسرع، يعني بدل ما كنت بتنزل مثلا نسخة الويندوز في ساعة إلا ربع، دلوقتي أعتقد تلت ساعة بكتير أوي تكون نسخة الويندوز نازلة من خلال الفلاشة. طيب إيه اللي محتاجينه عشان نحرق نسخة الويندوز اللي إحنا عملنا لها داونلود على فلاشة؟ أولا إحنا محتاجين أي فلاشة تكون ما تقلش عن 4 جيجا. هنوصلها في الجهاز بتاعنا، ومن خلال الأداة ديت طبعا هو قاري الفلاشة بتاعتي من هنا إن هي متوصلة. لو أنت موصل أكتر من فلاشة افتح هيظهرولك واختار الفلاشة اللي أنت عايز تحرق عليها الويندوز، بس خلي بالك ان الداتا اللي عليها هتتفرمت، لما تحطش فلاش يكون عليها داتا مهمة. طيب من خلال الزرار سيلكت هنحدد له المسار بتاع نسخة الويندوز اللي احنا عملنا لها داونلود. طبعا انا حاطط نزلت نسخة الويندوز على فولدر على الديسكتوب اسمه انستول ويندوز 7 أو وين 7. هنفتح سيلكت وهنختار المسار ده، هنختار ديسكتوب، ونختار الفولدر اللي اسمه انستول ويندوز 7 أو وين 7، وهو قاري الملف هو بتاع الويندوز، هنحدده ونقول له اوبن. كده هو حدده، حط نسخة الويندوز أراها أهي. الأوبشن ده هنسيبه زي ما هو. في نقطة بقى مهمة جدا، احنا اتفقنا مع بعض احنا عايزين نحدد نوع تقسيم الهارد، هل هو جي بي تي ولا ام بي ار. طيب الميزة في التولز ديت ان هي بتحدد لك انت ممكن تعمل الويندوز يدعم اي نوع تقسيم من الهاردات. فلو الهارد بتاعك بيدعم الام بي ار اختار الام بي ار، بيدعم الجي بي تي اختار الجي بي تي. الميزه اللي انا بقول عليها ان الخطوه ديت بتوفر عليك ان انت تعمل تحويل للهارد بتاعك وتضيع الداتا بتاعتك كلها. فبما اننا احنا شفنا الهارد بتاعي ان هو بيدعم الام بي ار، هنقول له هتخليها ام بي ار تمام كده، وهنسيب هنا الاعدادات زي ما هي ونقول له ستارت. هنا الورنينج بتاعته ان هو هيدلت كل حاجة، كله اوكي. هياخد الوقت بتاعه. تمام كده احنا خلصنا حرق نسخة الويندوز على الفلاشة بتاعتنا.
هنقول close. كده فلاشتنا جاهزة ان احنا نسطب من خلالها الويندو.